نأتي الآن لما يمكن أن نستفيده إجمالاً من شخصية هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أعظم الأوبة إلى الله، إن إبراهيم لحليم الله مريم. نحن عباد جبلنا على أن نطيع وناسح، ولن يوفق أحدنا من ناسح، لكن الموفق من إذا عصى الله بادر إلى التوبة، ومن إذا وقعت منه الخطيئة لجأ إلى الله، ومن لا يقع منه ما أمكنه من أحد. فإن ظلم العباد من أعظم ما يحول بينك وبين المنازل العالية. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لبن العهد القرآني. فلا يطمع في الإمامة الكبرى والظلمة في الدين والدنيا أحد، وقد نشأ على ظلم أو كان منه ظلم للعباد. الأمر الثاني الغموض، وقد فسره العلماء بالخشوع واتصال القلب وطول القراءة للصلاة. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالقنوت هو الخشوع والخضوع ورقة القلب للرب جل وعلا وحده. والناس يخلطون ما بين رقة القلب وما بين قدرة الإنسان على الثبات على دين الله جل وعلا، وبينهما شيء عظيم من المفارقة. إنما تكون رقة القلب فيما يتعلق بينك وبين الله، أما فيما يتعلق بينك وبين الناس هذا شيء آخر. نعم، حسن من المرء أن يرحم العباد، أو قال بحق نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ذلك لا يعني أن الإنسان يكون ضعيفا مستضعفا مغلوبا على أمره، فهذا لم يأتي الدين به. وقد يقع من الناس ذلك، قال الله عز وجل: بل مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. دلت سيرة إبراهيم على أن إقامة الصلاة من أعظم مقاصد الشرع، فإنه لما أنزل ذريته قال ربي أسكن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فجعل إقامة الصلاة مقصدا عظيما لإنسان في ذلك الموقع. وأجاب الله عز وجل دعاء الخليل: فأنت كما ترى كيف أن الناس يأتون زرافات وركبانا إلى بيت الله العتيق يقومون هذا البيت للحج والعمرة والزيارة والصلاة. فإقامة الصلوات من أعظم ما يجعلنا نتشبه بأنبياء الله جل وعلا. ولما أثنى الله على إسماعيل وهو من ذرية إبراهيم قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعبد الله له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.